يا أسامة. مولاي. عاوز تكسب 100 دينار؟ من بقك لباب السماء. طيب. تسابقني، إذا وصلت للسهم ده قبل مني أدفع لك. عشم إبليس يا مولاي. وفي حد يقدر يسبق مولاي أبو فراس؟ هخليك تسبقني بمسافة. هديك فرصة تانية. مولاتي! مولاتي! الخزعه الخزعه. انت مين؟ انا ايوه انت. انا خادم مطيع. مين مولاك يا غلام؟ مولاي هو ده مولاك؟ ايوه هو يبقى مين؟ الأمير أبو فراس. الأمير أبو فراس؟ تعرفيه؟ عز المعرفة. فين شفتيه؟ في الخيال، في الأحلام. وفي الحقيقة؟ عرفته من شعره الجميل اللي بقوله في كل مكان. مولاي الأمير أبو فراس. انت كنت فين يا ولد يا أسامة؟ ومين البنت دي؟ دي بنت لطيفة يا مولاي، لقيتها تايهة في الخلا، تسمح لي أوصلها المدينة؟ وقتنا لا يسمح بذلك. مولاي، الأمورة دي راوية لشعرك ومعجبة بشخصك، ومين عارف يمكن تحبك. لا مانع، وأنا كمان يمكن أحبها. وصلها المدينة يا غلام، وأعمل حسابك إن أمير الأمراء سيف الدولة هيشرفنا الليلة. سمعا وطاعة يا مولاي. هو ده أبو فراس؟ هو بعينه. يا خسارة، خاب أملي. ليه؟ كنت متخيلاه غير كده. ممكن أعرف كنت متخيلاه إزاي؟ ورأيي في أبو فراس يهمك؟ جدا. رسمت له صورة في خيالي. اوصفيه. رقيق زي النسيم، صبوح زي البدر، ماضي زي السيف. كفاية ده انت طلعتيه السما. وهو اقل من كده. هو عبدك اللي بين ايديكي. ايه انت؟ وليه تخدعني يا مولاي وتقولي انك خادم؟
نجلة. ايه يا فاطمة؟ كل ده بتتزيني؟ عايزة اكون اجمل واحدة في الحفلة الليلية دي. عشان تعجبي ابو فراس. ما عجبش خلاص. ولما يفهم الملعوب. ولا حاجة. اللي بيحب دايما يسامح. يعني تأكدتي من حبه؟ دي حاجة واضحة زي الشمس. واحد زي ابو فراس. امير وعظيم. ويعرض حبه على واحدة ما يعرفها. عاوزة ايه اكتر من ده دليل؟ واخرة حبه ايه يا ترى؟ ما يهمني اعرف. كفاية اني اعيش على حبه. وقرعويه؟ قائد جيوش مولانا سيف الدولة. اعوذ بالله. ولا عاوزة اسمع سيرته. يبقى استعدي بقى للحرب من الليلة دي. فكرة قرعويه هيتنازل عنك بالسهولة دي؟ يا فاطمة. حسين جوزي شحيلي عشان اكون في استقبال مولانا سيف الدولة. وعشان كمان اشوف ابو فراس. عشان جارية نجلاء الخالدي. امال لو كانت بنت الحسب والنسب كنت عملت ايه؟ انا ما يهمنيش حسب ولا نسب ولا مقالي. يكفي ان من بني حمدان. الزوج هو اللي يعطي الزوجة اسمه ويرفعها المقام. قد كده مستعجل على جوازها؟ الحب ملك قلبي. يا خوفي لا يكون حبك ده طياري زي الحب اللي في اشعارك. اللي يقول الشعر يا امي يحب من صميم قلبه. على كيفك يا ابني. والجارية اسمها ايه؟ اسمها وحياتك يا امي ما اعرف. وصل ابن العم. شرفت داري يا امير الامراء. شكرا يا ابن العم. مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا اهلا بيكي اختي نجلة. تشرفنا. سلمى. اظن دي جاريتك يا نجلة. ايوه. يا خيبة الرجال. نعم في حاجة؟ لا ولا حاجة. اهلا وسهلا اتفضل. اسمك سلمى؟ خدمتك. اتفضلي اقعدي قدام. انا جارية. ما انا عارفة. يا خيبة الرجال. اسمح لي يا مولاي الامير نبتدي حفلة السمر بعد ما نسمع شعر ابو الطيب المتنبي. مولاي امير الامراء انا جيت منبك لاتشرف بلقاء ابي فراس الحمداني شاعر الفرسان وفارس الشعراء ابو الطيب. هذا ما كنت انتظره. انتظر ايه مولاي؟ اكبر مباراة في الشعر بين اكبر شاعرين في الدولة. هات ما عندك يا متنبي. قلب عندك ابو فراس هيقدر على المتنبي؟ اكيد شعر المتنبي تنقصه العواطف. لكن ابو فراس كله مشاعر رقيقة واحساسات صادقة يهز القلب ويمتع الروح. لقد سل سيف الدولة المجد معلما فلا المجد مخفيه ولا الضرب ثالمه. على عاتق الملك الاغر نجاده وفي يد جبار السماوات قائمه. تحاربه الأعداء وهي عبيده وتدخر الأموال وهي غنائمه. ويستكبرون الدهر والدهر دونه ويستعظمون الموت والموت خادمه. أحسنت يا أبا الطيب أحسنت. إيه رأيك يا أبا فراس؟ عظيم الشعر المتنبي لكن العيب فيه إنه كله مديح. حكم الصنعة يا مولاي الأمير. إحنا شعرة لازم نمدح لكن انتم امراء عندكم الحريه تقولوا ما يعجبكم. الشعر لا يعرف امير ولا فقير ولا يعترف بساده ولا عبيد. الشعر دوله من الفن يا مولاي فوق الاماره والملك ولا بد ان يترفع عن المدح والنفاق. صدقت يا مولاي الامير. يا ريت تتكرم علينا وتسمعنا بعض اشعارك. يسمح مولاي الامير لراويه شعري في البلاط تسمعنا؟ تقصد نجلاء الخالديه؟ ومين غيرها يا مولاي؟ نادوا نجلاء الخالدية. والعمل يا فاطمة دلوقتي هينكشف الملعون. عز المنى والطلب دي فرصتك حتى يعرف شخصيتك. لكن انا خجلانة. يا نجلة الكل في انتظارك.
يا خيبة الرجال. ارجعي مكانك وبعدي مولاتك. مرحبا بك نجلاء. اروي لنا يا نجلاء من شعر ابي فراس. وليه تقول له انها جاري؟ حتى تطمن قلبها وتتاكد من حبه له. يا سلام على مكر النساء. تسائلني من انت وهي عليمه، وهل لفتى مثلي على حاله نكره؟ مكانك بين الجواب. كما شاءت وشاء لها الهوى قتيلك. قالت ايهم فهم كفر. ما شاء الله ما شاء الله عظيم. رواية شعر أبو فراس مكانها هنا في قصرنا. أعتبر ده أمر يا مولاتي. الأمر أمرك يا نجلة، لكن أنا سمعت إنك وافقتي على طلب أبو فراس. حالا نقلت لك الأخبار. أسعد ما سمعت من أخبار. يا قرعوي، أنا الليلة سكران بلا خمر. باين عليك السعادة الليلة دي يا مولاي. سعادة الدنيا. هل لازم حاجة صلوا حاجة مهمة؟ فعلا أجمل حاجة في حياة الإنسان. لازم مولاي واقف في الحب. حصل يا قرعوي، باين عليك مجرب. أنا مولاي عمري ما عرفت في حياتي غير القتال والحرب. والحب؟ الحب في نظري يا أبو فراس معركة. مجرد معركة. الحب يا قرعوي أكبر من أعظم الرجال، ومين ينتصر في معركة الحب إلا إذا كان حبيبه راضي عليه. أنا يا مولاي طلعت منتصر في كل معركة حب دخلتها. مسير الحب يحزمك يا قرعوي. وحفكرت. إذا ده حصل يا مولاي أنا أتنازل عن سيفي وأقدمه لك هدية بكل خضوع. الأيام بيننا. مولاي أنا غيران. غيران من منبج وأهل منبج يا مولاي. وما سبب غيرتك؟ لأن حظهم أسعدهم بوجود شاعر الفرسان وفارس الشعراء الأمير أبو فراس. أفصح عن قصدك يا قرعوي. حلب عاصمة ملكك يا مولاي لازم يكون لها حظ في ابو فراس. حلب محتاجه لامثاله من الشجعان يحموها ويصدوا عنها اعدائنا الروم. مالك يا نجله؟ قلبي بيقول لي ان القرعوي ناوي على نيه خبيثه. لمين؟ ليكي ولا لابو فراس؟ لينا احنا الاثنين. يسعدني ويشرفني ان اكون جنديا في جيش مولاي وان اقوم بواجبي في الحرب ضد الروم. عظيم. إن سرورنا عظيم باجتماع أكبر قائدين في جيوشنا، وأملنا كبير بطرد الأعداء من أرضنا. الله أكبر.
النصر لسيف الدولة. أهنيك من كل قلبي على تعيين أبو فراس قائد الفرسان. خلي شوية تهاني لما نقبض روحه كمان. الله أكبر، حصل السيف الدولة. لما سافر على حلب عشان يستلم منصبه الجديد. الله أكبر، حصل السيف الدولة. توصل حلب بأسرع ما يمكن قبل ما يوصل أبو فراس حانة صوفيا. أمر مولاي، هطلع من طريق الدروب وحوصل قبله. لازم تتخلص منه بطريقة طبيعية جدا، الخطة ضروري تنجح. اطمن يا مولاي اطمن، ميمون الوحش يخلصنا منه في غمضة عين. بعد كده لابد تتخلص من ميمون قبل ما يكشف السر. أمرك. روح. أسامة، حسبقكم على الحانة أغتسل وأستريح لحين ما توصل القفل. أمر مولاي. الله محبة والدين للديان.
انت ملاك يا امير التسامح والغفران. يا سمو الامير، ما عندي هدايه تليق بالمقام، تقبلني الجاري عندك؟ يسعدني ويشرفني تكون لي جاريه في جمالك، لكن انا مسافر الحرب. مولاي رايح يحارب الروم ولا يعرف لغتهم؟ لا والله. اعلمها لك يا مولاي. يا صوفيا، انت جمعت بين الجمال والذكاء، انت من دلوقتي في حمانة، استعد للسفر. ذهب يا صوفيا ذهب. شكرا يا نجلة، أنا ردت فيا الروح من ساعة وصولك. شفاك الله وعافاك. مولاي، الأمير أبو فراس طالب مقابلتك. صحيح. خليه يتفضل، ساعديني يا أسلم. خليك براحتك يا سيد سعيد. الله يكرمك يا مولاي الأمير. أختي نجلة. سبق لي شرف معرفتها في منبك. تفضل استريح. شكرا، والله ما أعرف إنك مريض. أستأذن حتى تستريح. بارك الله فيك يا سمو الأمير. نجلة، وصل سمو الأمير للباب. نجلاء، أنا في غاية الشوق وأنا ما قدرت أقعد يوم واحد في منبك من بعد سفرك. أنا كنت جاي اليوم أخطبك من أخوك سعيد، لكن مرضه خلاني أأجل الطلب. عملت طيب. ربنا يعجل بشفائه، لكن أنا هفضل بنار الشوق. أحاول أشوفك. صحيح صحيح، أدعيك تحضر عندي مجلس الشعراء كل أسبوع. ومين يوصل لي الدعوة؟ سلمى جريتي. مالك؟ كل أسبوع كتير، ياريت تعملي مجلس الشعراء كل ليلة. لو كان بإيدي ما كنت اتأخرت. عندي فكرة. إيه إيه؟ نتقابل كل يوم من غير مجلس الشعراء. والناس وكلامهم؟ من غير الناس ما تشوفنا، هنتقابل بأرواحنا. هبعت لك كل يوم جواب مع أسامة. يا حبيبي. بعت لها خمس جوابات وهي ردت عليه بخمس جوابات. قلت اجي ابلغك واشوف امرك ايه. تمنعي وصول الجوابات وتحتفظي بيها معاكي. جاوبتها ممكن احتفظ بيها لان انا المكلفة بتوصلها، لكن قصدك تقولي جاوباته هو تمنعيها ازاي؟ فهمتني. دول يخلوا كل خدامين نجلة يستلموا جوابات ويوصلوها لك. خطة بديعة يا مولاي، لكن يلزمها مال كتير لرشوة الخدامين الكتير. لا مؤاخذة يا سلمى، نسيت، المال يعمل معجزات ويفتح جميع الأبواب. لكن إيه الغرض من منع الجوابات؟ عدم وصول رسائل المحبين يمنع مقابلتهم، وبالطريقة دي تتوجد بذور الشك في قلوبهم. لكن إذا تقابلوا من ورانا هيزول الشك؟ لا ابدا، انا عندي دليل يكبر الشك في قلوبهم قبل ما يتقابلوا. مولاي الامير طالب الرد الضروري وحالا. لحظه واحده ابلغ مولاتي. ان هذا الشعر في الشعر ملك ساره
فهو الشمس والدنيا فلك، فالخيل والليل والهيجاء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. ده تالت أسبوع لا حضر مجلس الشعراء ولا رد على جواباتي. يمكن مشغول يا مولاتي. مشغول بإيه يعني؟ لازم في الأمر شيء. الغايب حجته معايا يا مولاتي. مولاتي مشغولة دلوقتي بالضيوف، هترد عليك الجوابات بعدين. لكن مولاي الطالب الرد على جوابه ضروري. يا ريت اقدر. اوامر مولاتي كده. اعذريني اذا كنت جيت من غير دعوه، لكن شوقي لرؤياكي غلبني. كنت متصوره انك مشغول في تدريب الجيوش. صحيح، لكن الامير ابو فراس بيساعدني في التدريب. مهمه صعبه، الله يكون في العون. والله تدريب الجيوش اسهل على الانسان من انه يتعلم اللغه الروميه. يا سلام، قد كده صعبة؟ أنا شخصياً اتعلمتها وأتقنتها وكسبت الرهان من أبو فراس. رهان؟ اتراهنت مع أبو فراس مين منا يسبق التاني في تعلم اللغة الرومية. أنا اتعلمت على يد مدرس مدرب، وأبو فراس استعان ببنت رومية. بنت رومية بتعلمه؟ حكاية ممتعة، لو عندك وقت كنت احكيها لك واسليكي. لازم بنت جميلة. جميلة جدا، فاتنة، لكن جمالها لا يعلو على جمالك. شكرا. انا بقول الحقيقة يا نجلة، وإلا قلبي ما كانش اختارك. احنا قلنا نأجل الكلام في الموضوع ده. نأجله ولا نقفله؟ في شخص تاني ملك قلبك يا نجلة. شخص تاني؟ لا أبدا. إذا كان في شخص تاني ملك قلبك، أنا مستعد أكتم حبي وأدفنه بين ضلوعي وأكون سعيد لسعادتك. آسف يا صوفيا، أعصابي مضطربة. سلامتك يا مولاي. كمل الدرس. إغوسا غابو، أنا بحبك. إسيما غاباس، أنت بتحبيني. أفتوسا غاباي، هو بيحبك. أفتيسا غاباي، هي بتحبك. أفتو ما غاباس، هو بيحبني. أبتي ما غاباس، هي بتحبني. سلامتك يا مولاي، سرحان في إيه؟ أنا بحب يا صوفيا. بتحب يا مولاي؟ بكل عواطفي يا صوفيا. الحب جميل يا مولاي، لكن ايه سر عذابك؟ الشك، الشك في صدق عواطف حبيبي. اطمن يا مولاي، وتأكد ان هي كمان بتحبك. انت كنت عارفة يا صوفيا؟ كنت عارفة يا مولاي، لكن كنت خايفة صرحك. يا ريتك صرحتيني يا صوفيا، كنت هونت علي صد نجلاء وهجرها لي. عن اذنك اقدم لمولاي شراب ينعشه. فين الرساله؟ رفضت تقابلني. والسبب؟ كانت مشغوله في مجلس الشعراء. ما بلغتهاش ان طالب الرد على رسالتي؟ بلغتها، وقالت لسلمى انها هترد على سموك بمكتوب. امتى؟ الله اعلم يا مولاي. حبيبتي نجلاء، لماذا لا ترد على رسائلي؟ هو هجر ام دلال؟ إن كان هجرا فوداعا للأيام الجميلة والقبل والذكريات.
أما إذا كان دلالا فكفى دلال، لأني في شوق إلى قبلاتك أطفئ بها لوعة الفراق. المعذب أبو فراس. لا أخاف يا مولاي يتقابلوا من ورانا وينكشف أمري. ما باليد حيلة. الجواب ده هو القبر اللي هيندفن فيه حبهم إلى الأبد. اقري مطلع الجواب يا سلمى. حبيبتي نجلاء. اقري تاني. حبيبتي صوفيا. فهمت يا مولاي. عارف انك ذكية. كرمك يا مولاي يوهب الذكاء لأغبى خلق الله. عظيم. عشان كده اثبتي لي ذكائك وخلي الجواب ده يقع في ايد نجلة. دموعك الغالية مادام خاين وفضل عليكي جاية. سلمى شفتي صوفيا؟ شفتها يا مولاتي. يا عيب الشوم. وهي حاطة راسها على صدره. انت يوم ما روحت اوصل له جوابك وبيبعت لي جوابات ليه؟ مادام عنده صوفيا. هي شيء وانت شيء يا مولاتي. هي جارية رخيصة جايبها من الخمارة عشان يتمتع بيها. جارية يا عيب الشوم يا مولاتي. ما هو ده السبب اللي خلاني اكشف لك خداع. صعبتي عليا. شايفاكي بتتعذبي وبتتألمي في حبه وهو لاهي عنك بحب جارية رخيصة. قرعوية. قرعوية يا سلمى. روحي له واطلبي منه انه يعزمني في قصر الليلة. يهمك أبو فراس؟ طبعا يا مولاتي. الأمير أبو فراس أنقذ حياتي. ردلي كرامتي. كملي وخلاكي تقعدي معاه في قصره وتلازميه ليل ونهار. ونعم الكرامة. قصدك إيه يا مولاتي؟ أنت عارفة قصدي كويس. مولاتي يظهر الشك اللي في قلبك. قلبي عارف الحقيقة وعندي الدليل. ظلمتيني يا مولاتي واتهمتيني بدون أي وجه حق. اسمحي لي أطالبك بدليل. تعال أدي الدليل أهو. دي مكيدة يا مولاتي. ما طبعا لازم تقولي كده. صدقيني يا مولاتي. اسمحي شوفي هنا. بصي بصي كلمة صوفيا تلاقي
سامحني يا حبيبي، سامحيني يا صوفيا. لكن ازاي ده حصل؟ مين اللي جاب لك الرساله دي؟ جاريتي سلمى. تبقى هي اللي دبرت كل شيء. وايه غرضها من كده؟ شوفي انت مين صاحب المصلحه؟ مين اللي قصده يحارب حبك لابو فراس؟ صدقت يا صوفيا، ابتدت الغشاوه اللي كانت على عينيا تروح. كل شيء واضح قدامي دلوقتي. عرفتي سلمى كانت بتشتغل لحساب مين؟ لحساب قرعويه قائد الجيوش. صديق مولاي الامير ابو فراس. وصديقي انا كمان للاسف. لكن انا هعرف ازاي انتقم منه. روحي انت يا صوفيا وبلغي ابو فراس اني عرفت الحقيقه. قولي له يستناني الليله في قصر قرعويه، نسخر منه ونعلمه درس ما ينكر. وفرحتك هتزيد لما يجي ابو فراس واضحكك عليه. منه ومال ابو فراس دلوقتي؟ انا قلت لسلمى جريتي تبلغك تعزيم. فعلا، لكن انا فضلت ان احنا نكون لوحدنا الليله دي، يمكن يضايقنا بوجوده. اهلا وسهلا مولاي الامير. اعذرني يا قرعوي على حضور الحفل بدون دعوه. عزمت نفسي لما سمعت ان نجلاء هتكون موجوده. نجلاء اعظم راويها لاشعاري. وفين هي الاشعار اللي تستاهل اني ارويها؟ غريبه، انت كنت معجبه بيها. كنت. الواحد لما بيكبر بيعرف الغالي من الرخيص. بتسخري من اشعاري يا نجلاء؟ انا بقول رايي. هدي نفسك، هدي نفسك ابو فراس، اتفضل اتفضل اقعد. البنت الخبيثه دي تهزقني، لازم اعتبها. هدي اعصابك يا مولاي، هترفع ايدك على امراه؟ ارفع ايدي واضربها، واكتر من كده هتجوزها. تجوزها؟ طبعا هتجوزها عشان ازلها واكسر انفها. خليك بكرامتك يا مولاي، وهي ترضى بكده؟ يعني هترفض طلب امير؟ جايز جدا، دي نجله وانا اعرفها. تراني يا قراوي. ألف دينار؟ 10,000 دينار. قصري كله باللي فيه، وصاد قصرك ومن حياته. موافق. تتجوزيني يا نجلة؟ ومين يقدر يرفض طلب أمير كريم وفارس عظيم؟ يعني أنت موافقة تتجوزيه؟ وأتجوز مين يا قرعوي غير اللي اختاره قلبي؟ يعني عاملين عليا مؤامرة؟ لا أبدا، إحنا بنرد على مكايدك يا قرعوي. وكسبنا قصرك باللي فيه. لكن نجوم السماء قرب لك يا أبو فراس. Thank you.
جيوش الروم بتهاجم المواني. الروم نقض الهدنة وتقدموا في طريق حلب. مولاي سيف الدولة بعت لي استدعيكم في الحال. نجلاء لن تتزوج من ابو فراس وانا على قيد الحياة، واقسم على هذا. فهد اعمل ترتيبك. قصدي مولاي اني اخطفها. لا، غيرنا هيتكفل بالمهمة دي، اصدقائنا الروم. وايه الفايدة مولاي من وجود نجلاء في ايدين الروم وانت هنا ببلاط سيف الدولة تخدمه وتحارب في صفوفه؟ لن تطول غيبة نجلاء عند الروم، لاني هرجع بيها في اقرب وقت الى حلب واقعدها جنبي على كرسي العرش. نجلاء يا ابو فراس. مالها؟ اختفت من ليله حفله امير الجيوش. ما نعرف لها مكان لحد الان. يمكن قرعوي امير الجيوش. قرعوي يكون الحقد عماه وخطفها. مش معقول. قرعوي لا يكرهني يتحداني بهذه الصوره. انما المعقول ان جواسيس الروم يكونوا اخذوها رهينه، وفي الحاله دي هيدفعوا الثمن غالي. وضح قصدك يا ابو فراس. لابد من اعلان الحرب على الروم. تمهل يا ابو فراس. أنا مقدر عواطفك لكن لا تندفع. من الحكمة أن نتعقل ونتدبر. إحنا غير مستعدين للحرب مع الروم. جيش العرب تراجع أمام الروم من يومين واستولوا على حصن الحدث. حصن الحدث؟ أسامة اتبعك. ونايمين، وده مش حال طبعا، خصوصا ان العرب صحيين وجالنا خبر انهم ناويين يدخلوا القلعه ويخطفوا السجينه. لاخر مره بنبه عليكم، واي اهمال او تهاون الجلد بالكرباج يربيكم. عسلس اللئيم ابن اخو ملك الروم، كبار وعادي وجبان، دخل طرسوس وذبح الوف النساء والاطفال بعد ما اداهم الامان. واجب علينا الحذر يا مولاي. هيا. يلا بسرعة أوام،
قربوا يفتحوا بوابة الحصن لعربية العلف. فلوا الأبواب كلها بسرعة، اتنين عرب جوه القلعة. مكانك عسكري. اهرب انت يا أسامة بنجح. وتتجوزها ازاي وابي فراس حي بن رزاق؟ استعين باصدقاء الروم واضرب ضربتي الكبيره. عن الاواني مولاي، هنحقق الحلم الكبير. عن الاواني يا فهد، دوله بني حمدان لازم تزول، ودولتنا الديلم لازم تحكم وتتحكم زي ما حصل في بغداد. دي بصرة خير يا ابو فراس. يا نجله يا نجله، امسكي اعصابك يا نجله، عندي خبر هيغمرك بالسعادة والفرح. قصدك تقول إن أبو فراس طلب إيدي؟ ألف مبروك يا نجلة. أستأذن عشان أكون في موكب وداع سيف الدولة. أخيرا اتحقق أملنا يا نجلة. لكن مسافر رايح الحرب. حبك هيحفظني ويحميني من الموت. لا تجيب سيرة الموت، هترجع لي سالم غانم. ونتجوز ونعيش في سعادة بقية العمر. نجلة، أغلى هدية لأعز مخلوق. الله، لؤلؤة أجمل ما شفت في حياتي. إلى آخر الأرض، وقد عبأنا لك النصر في أخماد سيوفنا، وبذلنا أرواحنا في سبيل عزتك وعزة الإسلام، ولن نرجعها حتى نعلم الروم كيف يكون القتال. حياك الله أبا فراس، إن جيشا يقوده سيف الدولة ويصول فيه أبو فراس لن يغلب أبدا. فاض بي الشوق يا نجلاء وزادت لهفتي إليك، فما إن أخلو إلى نفسي بعد القتال حتى تترامى لي صورتك الحبيبة ويرن في أذني صوتك الحنون، لشد ما أتوق إلى بسمتك الحلوة تشجعني وتبعث في الحياة.
اطمئني يا نور القلب، نحن نسير من نصر إلى نصر، وقد أوقعنا بالروم شر هزيمة في مدينة سوق. مدينة مرعش، ثم تقدمنا واستولينا على مدينة ملطين. صار النصر في ركابنا وغنمنا كثيرا وأصرنا أعدادا لا حصر لها من الأعداء ومن كل المستويات. وقع قسطنطين فركاس ابن ملك الروم وبطارقته وقواده في أيدينا. والحرب متصلة والنص في ركابنا، وقد عزم مولاي سيف الدولة على أن يغزو الروم في عقر دارهم، وقد ولاني قيادة الجيش وأنا واثق من النصر. لم يبقى أمامي إلا هذه المعركة، وبعدها سأعود إليك يا أعز الناس لأنعم بحبك. مركز الروم أصبح أقوى مننا بعد ما فقدنا 3000 أسير. عندي خطة يا مولاي تمكننا من الدخول في المعركة الحاسمة مع الروم. الروم بيتحصنوا وراء التل ده وسايبينه بدون حراسة. لو طلعنا عدد من الفدائيين العرب يقدروا يتصلوا بالقصر بسهولة ويوزعوا الأسلحة عليهم. خطة جريئة وعظيمة، بس المهم ننجح في تنفيذها. تبلغ قائد روم بخطة أبو فراس وترشده على الطريق اللي يدخل منه للأسرة، وتلزم جانب الحذر. سبع نقطات.
مخيرة. من كان مثلي لم يبت إلا أميرا أو أسيرا. اليوم يا بطل الأبطال. حال الأسير المعذب يا مولاتي الإمبراطورة. معذب لي؟ أمفارق حبيب؟ فارقته، لكن طيفه ما فارق خيالي لحظة. عندنا من بنات الروم جميلات ينسوكم. حنقلك من السجن الكئيب ده وعيشك في أعظم قصور القسطنطينية. والتمن؟ تحارب في صفوف الروم وتنصرهم على العرب، نوليك عليهم أمير الأمراء. العرب الحر يا مولاتي نفس أبية وعزمه زي الصخر، لا يمكن يبيع نفسه العدو ولو عرض عليه مال قارون. أنا بعرض عليك نعيم الدنيا بترفضه وتفضل عليه أوهام؟ المسألة مسألة مبدأ يا مولاتي الإمبراطورة. إيه اللي يخليك تغير مبادئك؟ ولا كل ما في الدنيا من مغريات. حتى ولا تيفن؟ يا مولاتي أنا رجل شريف، أفضل أكون جندي صغير في جيش العرب على أن أكون إمبراطور على جيش الروم. مغرور حقير، هتفضل أسير لحد ما تموت، ولا هتقدر ترفع سيفك لنصرة الإسلام، ولا هتلمح حضرتك بالأزرق. أيدوه بالسلاسل لغاية ما تكسروا أنفه وتذلوا كبرياءه. فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا، وأسرى عواد إليها معودي. متى تخلف الأيام مثلي لكم فتى طويل نجاد السيف رحب المقلد؟ ولا وأبي ما ساعدانك ساعدي، ولا وأبي ما سيدانك سيدي. وإنك للمولى الذي بك أفتدي، وإنك للنجم الذي بك أهتدي، وأنت الذي بلغتني كل رتبة مشيت إليها فوق أعناق حستي. وأنت الذي بلغتني كل رتبة مشيت إليها فوق أعناق حستي. فإن تفتدوني مولاي، أنا فقدت بصري من كتر البكاء عليه، أستخلفك بالله تفتديه؟
ما باليد حيلة يا سخينة. هل أفتدي ابنك وأترك 2000 أسير من غير فدة؟ أو ليه لأهلهم؟ لا يا مولاي، لو كنت عايز تخلصه من أسر كنت خلصته مهما كان الثمن. لا عندي النية ولا هخلصه. يعني غدرت بيه؟ لأنه كلها قراويه. أبو فراس باع نفسه للشيطان وعايش منعم في حماية إمبراطور الروم، وغرقان في الخمر والملذات مع تفانه الإمبراطورة. كذاب لئيم. ابني خاين. خاين جبان. اتفق مع دولة الروم ان يهاجم دولة بني حمدان ويضموها لدولتهم ويتولى هو عليها السلطان. كذب يا مولاي كذب. كل ده مدسوس عليه من قرعويه. افتداء ابنك يا سخينة مسألة عسيرة، حتى المال غير متوفر الآن. أبو فراس زين الرجال نفتديه بالمال. فارس بني حمدان لا يغلى عليه مال ولا رجال. سعيد الحمداني ولد ابو فراس. كملي. وقد كرمني الامير وفك اسري، واني اامر كل روماني بان يكرم كل من يحمل هذه الرساله. الامضاء وسيروس الاول. الحمد لله. لازم نقبض عليهم. اهربي انت يا مولاتي، اهربي. لو حسدني اوعي.
اهلا بالامير. قصدك الاسير يا جلالة الامبراطور. انت اللي فضلت تكون اسير ولا تكون امير؟ اهون علي من خيار بلدي. مين قال انك هتخون بلدك؟ انت هتحكمها باسمنا. بلدي بيحكمها ابن عمي سيف الدولة. سيف الدولة؟ سيف الدولة اللي سابك في الأسر 3 سنين من غير ما يفتديك. اسمع كلامي يا أمير. تكسب. أنا لم أخسر شيء يا مولاي. لا، هتخسر. هتخسر كتير. هتخسر نجلة، خطيبتك. نجلة هتفضل منتظراني حتى لو فضلت أسير طول العمر. وقرعويه هيسيبها تنتظرك؟ قرعويه حليف مخلص لدولتنا وهيحكم باسمنا وهيتجوز نجلاء. خاين غدار، مستحيل يحكم دولة بني حمدان. لكن احنا هنساعده ونوليه الحكم. وإيه شروطك يا مولاي الإمبراطور؟ نفك قيودك أولاً وتشعر بحريتك وبعدين نتكلم في الشروط. فك قيود الأمير ولبسوه ملابس تناسب مقامه. شكراً، عمري ما حنسلكم الجميل. مولاتي الإمبراطورة، أوعدك بكتابة قصائد من الشعر تمجد عظمتك وجمالك. راقبوه كويس، اوعى يهرب منكم. ليه كشفتي نية قرعوي؟ كان لازم اخليه يشعر بالغيرة، وده السبب في انه وافق. فعلا، لكن هنعمل ايه مع قرعوي؟ قرعوي من اصل فارسي، مكروه من العرب. اما ابو فراس عربي صميم بدمه وبلحمه. برافو، برافو تيفانو. السور ده ارتفاعه قد ايه؟ اكتر من 100 دراع. تفتكر في حد يقدر ينط من هنا؟ واحد من اتنين، اما مجنون او مستغني عن عمره. وحتى لو نزل سليم، السمك المتوحش يتكفل بيه. تمام يا مولاي. اطلب معادلة الامبراطور. ادخلوها في حضرة مولانا الامبراطور. ارموه بالسهام. Thank you.
الرسالة دي من جدنا المرحوم واسيليوس الأول. احنا على استعداد لتنفيذ كل رغباتك يا فارس يا همام. مولاي الإمبراطور، الصندوق ده مليان ذهب ومجوهرات، اتفرج عليها، إذا عجبتك هقول على طلب. ها؟ عظيم! طلباتك إيه؟ الأموال دي فدية الأمير أبو فراس. عرفتك، انت نجلة خطيبة ابو فراس. صحيح يا مولاتي. مولاي الامبراطور، الامير ابو فراس هرب. هرب؟ ازاي هرب؟ نط من فوق سور القلعة. وكمان جاي تقول لي؟ انا هشلقك، هشلقكم كلكم. لكن يا مولاي، احنا قتلناه، قتلناه بالسهام ومات غريق في البحر. اروح سجن. عويه جاي يتشفع لك. الموت اهون من شفاعه خاين. اعقلي واقبلي، ابو فراس مات وانتهى. ابو فراس مات بالنسبه لكم، اما بالنسبه ليا والملايين العرب فكل عرب يا ابو فراس. الروم خلاص انتصروا على العرب ووصلوا حلب. دوله الروم، دولة الروم اللي اتبنت على السلب والنهب، يستحيل تدوم. الروم اسيادك يا عربية، احفظي لسانك والا فالموت مصيرك. مرحبا بالموت على ايديكم، مرحبا بظلمكم وغدركم. الظلم والغدر والعدوان هم اللي هيفجروا البركان في مصر، في العراق، في الجزيرة، في الشام، في كل مكان. ارموها في السجن. الارض لاصحابها. انا بعلى صوتي بقول لكم راجعون، راجعون. مولاي الامبراطور، ليه الغضب؟ انا كفيل بتأديبها. قصدك تتجوزها بعد ما مات ابو فراس؟ ذكاء مولاتي فوق ما كنت اتصور. نجلاء هتكون لك يا امير الجيوش. شكرا شكرا يا مولاتي، شكرا. تدفع لنا مهر نجلاء اولا وبعدين تشكرنا. كل ما تطلبه مولاتي من ذهب تحت امرها. ذهب؟ لا 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 يا قراوي، لا لا. راس سيف الدولة. ها؟ سيف الدولة؟ سيف الدولة يا مولاي رجل مريض مشلول. طول ما هو حي هنفضل في حرب مع العرب. أنا مستعد أدفع أي مبلغ من المال، لكن أعفيني من قتل سيف الدولة.
انا افتكرت البنت الخبيثه اللي اسمها نجلاء. انت ازاي تسمح لها باهانتنا؟ انا لازم اعذبها وبنفسي كمان. مولاتي هدي نفسك يا مولاتي، هقدم لك قرص في الدوله وباسرع ما يمكن. مولاتي برافو برافو تيفانو. ممنوع دخول اي واحد على مولاي سيف الدوله، في اجتماع مهم بيني وبينه. فاهم؟ قل بالشفاء يا مولاي. زهدت الحياه يا قراوي، كل امالك يا مولاي هتتحقق حالا. الشعب بيدعي لك بالشفاء يا مولاي. وفيت شعبي بايه؟ ما دام ايدي لا تحمل سلاحي في وجه اعدائي. لا تيأس من رحمة الله يا مولاي. ناول المصحف يا قراوي، ودي أن أتلو كلام الله. مولاي الأمير أبو فراس، الحمد لله على السلامة يا مولاي. أريد أقابل مولاي سيف الدولة. أعذرني يا مولاي، أمير الجيوش مع مولاي سيف الدولة وأمر بعدم الدخول. لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل. يا حراس اقبضوا على قراوي الخاين، اقبضوا عليه. لازم اصفي حسابي مع الخاين عامل الروم. دافع عن نفسك يا قراوي. يكون فداء لنجلاء. نجلاء راحت تفتريك، الروم أسروها. اسجنوه. سامحني يا أبا فراس، خاين الجبان فرق بيني وبينك يا ابن العم. انا هعوضك عن كل اللي قسيته، ولا يعوضني شيء يا ابن العم غير اني اشوفك حامل سيفك على راس جيش العرب حتى يتم تحرير ارضنا من يد المغتصبين. قبل كل شيء لازم افدي الثلاث الاف عربي الاسرى ومعاهم نجلاها.
شايف نجلة يا ولدي؟ لا يا أمي، نجلة تعرف منين إن احنا في انتظارها. عندك حق، دي حتى ولا تعرف إنك حي.